Ladies and gentlemen. أول حاجة شكرا جزيلا حساش بفضل ديالكم وصلنا نشحال 666 أبوني. إذن شنو قررنا اليوم نعملو لهم؟ اليوم قررنا أننا نلعب واحد لعبة الخوف ونبارطاجوها معكم وقولوا لنا في التعاليق واش عجبكم ولا لا. دونك ما نعطلكمش بزاف وخليكم تستكشفوا معنا اللعبة وليتس جو. And gentlemen, atutiyatu السلام عليكم. تحياتي اللي ما فهمش اللعبة ما خصناش نفوتو هذاك الخط الاحمر. اذا غوت كان موتو يعني كنرجعو من الاول يعني اونفا مورير. لا 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 نموتو بزاف هاد اللعبات. لا لا ما خصكش عند سنا طالع عليه. شو 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 مورغان هاوس ladies and gentlemen. انا عند اللعب ناس بتلعب يس العبو زين بومبا زين بومبا. هلو Welcome to a unique horror experience skip, that will give you goosebumps. Skip, 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 skip. You will have to explore places where oui. No one would ever have ever entered. Faire à moi le skipage. Faire à moi le skipage. Bismillah. Moi, هذا هو الفراش اللي كان نعس فيه مريح. انا مشطه ديالي انا كنت كناكل كنت شنو داكشي خانز مبكلا تش كنت قسلت واحد على لا تحمل المسؤوليه ديال هادشي اللي كتقول تنزل. المهم دابا كيف غنعمل الفراش؟ كتسوني انا ماما مال هادشي ضلا صح طلكرت صح ماشي شوفو بعد من ضبط اليوم هاد المصفوف هذا خليني بلا نعس. اسمح لي انا اللي ضحكت انا اللي ضحكت صافي انت دقت نسيت بس ضحكت انا كاش متي ضحكت شي كتخسرني ملونات ديالي والملابس ديالي الموسخة وهنا مون ماريو مون حمزة حمزة فيك الدودة فيك الدودة. بوركوا تي مو مورت موا جو تي مورت جو تي مورت وي تي لا مو مورت موا موا جو تي مورت وي تي مو مورت موا سي لو فرونسي اكزاكت سي لا باز تري جولي لو فرونسي دو توا ماشي. هاد الناس هادو الجنون كيتفرجوا في الفيديو بحال شرح اش هذا كتشوف ديك شي شخصيه كحله شخصيه ماشي لي لا هذيك هذيك جده هذيك جده ناضت كتعدل حلوه شتي انا الحاجه هذا السؤال ديالي طلعت الناس حاجة جات خلعتني انا ومشات سنين نزيدو لي السرعة مكيناش السرعة زايدة كتمشي جدتي اريد الكوكيزة يا جدتي فزتي شوفتك انها قفزة صحيحة دابا تستعدين لكي تغمضي عينيك شو واحد كيشري سمعكم وما نعرف كلهم مسلمين شو دير انت تما شتيني شفتو
لا لا شعلوا الطاوله ونال الحاجه. شكرا على الاستضافه نتاعتك. لا وعندكم معاه الطواليت؟ لا لا عندكم معاه الطواليت الحاجه. مش نحكوا لا طاهر ياك عام شويه نحكوا لا طاهر اصلا. اما الحاجه واش هي هادي اللي واقفه؟ هادي العبايه ديالها ياك. اذا عندي راسي نجبر قدام ياك اللي هذا حنا ما نعليوش راسنا. حنا نرجعوا للدو غندورو وغنمشيو. مالنا على هادشي؟ اش اسوس هجا هذيك الله مدت نعاود خطفتنا خطفتنا الحاجة بربوات المخطفة موا حاجة واش دادي بربح مالر بربح مالر. شكرا 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 الحجة عند الضوء في ديال الحرب على 100 ثانيات أوكرانيا هتلر كتسمع شنو ديك شنو هي 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 حاجة رجلة لبس قندورة ديال الله طهرو له ياك. اوه كنشوف والو حاجة راه خصنا الضو. ها هو هايداك ما عرفت عليك شنو الصالون هي هبة ما كنقدرش نرجع للضو ضو عرفت فيها كل شيء حلاوه يا حلاوه. اه شو كيف كانت صغيره ما كانت صغيره فيني او كيف كانت صغيره ها كانت صغيره هزونا شكلها صافر صافي فتنا زيد بيت الناس انا مع الحاجة في الناس مشكل ايه تسمع هي خرشة هي خرشة اوه مش عاملة ما تحدى راسي اه الله لا حلو عم انا كشكش ياك دابا فين حنا دابا باش نورمالمون خاصو يكونو في كيسو فوقاني شي حاجة اولادي شتات السلام عليكم لا تفضل علاش السيف كاسمو زيد مشي عنده مشي عنده مشي عنده مشي عنده نسينا لا دابا نعاودو الشيء هذا كامل ولكن واعره لعبه واعره زول هذاك الشيء متحت رجلك عاد بقيت تضرب مشيت طلع الفوق اذا ما كاين والو ساس طلع الفوق حتى فوقي بقاش ما كاين والو رجع كتسمعوا خلفاس الفوق هادشي كاين شك حالي قربتي عندي علاش بعد مني عاود خد الحاجة تما شتيها راه هي شوف حنا الحاجة العشيرة مهما الحركة اللي عملت خصنا نبقاو سكسي
وجهت مسكين. سلام عليكم. طب شنو دير؟ أفكر أنه هو إحنا ما كنتحكموش. كنت ماشي حاجة هابطة. أييه. كي ترقلوا علينا خصنا نطلعوا لعندهم ونقولوا لهم إيه. إحنا ناس نيل تحت من الفوق. شوف الحسيرة من الجيران. الرفق بي 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 الجار. يقولوا هذاك الرفق بي الجار ياك. شنو؟ الرفق الذي يرفق بالحيوان. لا لك الدوش عزيزة عطتنا عطتنا الحب كله طهرة فوالا هاشي الحب كله طهرة لا بغينا نحب كله طهرة ما بغيتش ما بغيناش خليها نشوف علاش دور مشى ايه الحجة عمل لنا تربيتها عملت لا وخ شي حجم جيك تجيب قرب عنده بكي شو تروح شو قرب عنده هايدك شكرا شكرا مشطو غير مشطو ما وقع والو حنا ما خلصناش امان ديس مش كيف هاد اللعبه هادي ما كتقدرش تفتح البيبان فاك تعيش الفيلم ما بغيتش نعيش 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 الفيلم تبقى هاد طب 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 كي عظام كيتهرسو عشان شنو وقع ما عرفتش واش تسمعت في الميكرو عرف ما والله شوف هذا الانسان هذا اللي كتشوف شي حاجه انا كيف كتخلع كتحس ما قدرش اسمع 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 دخلت لي في ديك الكوتر اسمع دابا وهي اللي خسرتنا اصلا ديالك سمعها فيا اوف سيس انا والحاج كي لا هذه هي نيت الحاجه هي جات تاكل معانا تفضل باش تقول راسك من فوق ومن تحت صح زق وهكذا تكون الصواريخ النفاثة الطبيعية سببا للخسارة ترى هل سوف نستطيع تجاوز هذه المرحلة والتحكم في صواريخنا هذا ما سوف نشاهده في الحلقة القادمة أو لبعدها coming up next week. And of course, ladies and gentlemen, don't forget to subscribe, like, and activate notification bell. I'm